استقبل حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصقير هذا اليوم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الذي قدم لجلالته المشاركين في مؤتمر الشباب الدولي الثامن النجاح قبل 30 والذي تنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة وتستضيفه مملكة البحرين حاليا بمشاركة 1630 دولة من 32 دولة. وبعد تلاوة آية من الذكر الحكيم تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بإلقاء الكلمة السامية فيما يلي نصها. يتفضل الآن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة سامية بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الابن العزيز الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلنا للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، المشاركين والمشاركات في أعمال مؤتمر الشباب الدولي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بلد السلام ومهد الحضارات العريقة مملكة البحرين مرحبين بكم في هذا اليوم ضيوف كرام ومشاركين لكم قاية النماء والنجاح والتطلع إلى مستقبل مشرق تصنعه عزيمتكم وحماسكم للتطوير الذي هو سنة الحياة ومصدر قوتها، فأهلاً وسهلاً بكم في داركم. لقد ذكر سمو الشيخ ناصر في حديثه معكم عن أهمية البيئة ودور التربية في تشكيل الفكر الإيجابي واكتساب المهارات والصفات اللازمة للوصول إلى مستويات جديدة من النجاح المتمثل في القدرة على إلهام الآخرين وتحفيزهم نحو الإنجاز. وهنا لا نستطيع أن نغفل دور الأمهات الرائد في تلك التهيئة التربوية السليمة والإعداد المطلوب لبيئة النجاح، فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وأحيي في هذا السياق جهود المربية الفاضلة السيدة عائشة عبد الكريم الفائزة بجائزة الأم المثالية في المهرجان الدولي الثالث الذي أقيم مؤخراً بجمهورية مصر العربية، التي استطاعت كأم مثالية أن تتحدى صعوبات الحياة وتحويلها إلى قصة نجاح ملهمة لم تقتصر على عائلتها الصغيرة بل امتدت لتشمل أجيالاً من الأبناء، كونها مديرة قديرة لأحد مدارس البحرين. وختاماً نكرر ترحيبنا بكم
ونشكر لكم حرصكم على التعريف بتجاربكم الواعدة ونقل خبراتكم القيمة، مع أملنا بأن تتواصل نجاحاتكم وأن يكون تواجدكم في البحرين فرصة طيبة للتعرف على إنجازات شبابنا في المجالات الرياضية والإنسانية والعلمية والثقافية والاقتصادية والتجارية، والذين نكن لهم كل التقدير والاعتزاز بما يبذلون لرفع مكانة البحرين وجعل رقيها هدفاً أسمى في مسيرة نجاحهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلقي سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الرياضة والشباب كلمة بهذه المناسبة. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظكم الله ورعاكم عاهل البلاد المفدى، إنه لمن دواعي الشرف والسرور أن أقف أمام جلالتكم في هذا اللقاء الذي يأتي تأكيداً لاهتمام ودعم جلالتكم بالشباب، هذا اللقاء الذي يحتضن نخبة من المتحدثين العالميين الناجحين والملهمين ومجموعة من شباب العالم المشارك في مؤتمر الشباب الدولي الثامن الذي يحمل عنوان النجاح قبل الثلاثين، هذا اللقاء الذي يترجم للعالم اهتمام ورعاية واحتضان جلالتكم حفظكم الله ورعاكم بالشباب. سيدي صاحب الجلالة، شباب البحرين شهد أول ملامح الاهتمام بهم عند تأسيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في 25 من مارس من عام 1975، وكنتم يا صاحب الجلالة أول رئيس له لتضعوا الأساسات واللبنات لعمل شبابي ورياضي يرقى بالطموحات المنشودة للمملكة وشبابها. شباب البحرين حظى بإشراكه كعنصر مهم في بناء الدولة الديمقراطية التي أسستم دعائمها يا صاحب الجلالة من خلال إشراكه في صنع القرار وحصوله على حق التصويت والانتخاب، وحظى بتمكيني وإشراكه في قيادة مؤسسات الدولة من خلال توليه المناصب القيادية المختلفة. شباب البحرين حظى بحرية التعبير عن رأيه من خلال إشراكه في اللقاءات الحوارية والتشاورية والمنتديات، وحظى بثقة ودعم جلالتكم فأصبح سفيراً يمثل بلده في المحافل الشبابية والرياضية. شباب البحرين يرى سفينة تبحر بفضل توجيهات واهتمام جلالتكم بقيادة ربانها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالتكم للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لترسو بها خليجياً وعربياً وعالمياً. ففي عهد جلالتكم حفظكم الله ورعاكم أصبحت البحرين مقصداً للمهتمين بالشأن الشبابي للإطلاع على تجاربها الناجحة المتميزة، وتوجت المنامة كأول عاصمة للشباب العربي، وأصبحت مركزاً لاستضافة وإقامة العديد من الملتقيات والمؤتمرات الشبابية والجوائز العالمية، لتصبح بذلك حاضنة للشباب من مختلف دول العالم. في عهد جلالتكم شهد الشباب أجمل أيامه وركب سفينة البناء والتطوير وشارك في عملية التنمية والرخاء، وأصبح رقماً صعباً يشارك بكل ثقة واقتدار في بناء الدولة الحديثة التي أسستم لها يا صاحب الجلالة مشروعكم الإصلاحي الذي شهد له العالم أجمع، وأصبح الشاب جزءاً من معادلة التغيير الأفضل. في عهد جلالتكم شهد العالم دور جلالتكم البارز في دعم قضايا الشباب في مختلف شؤونه، ووصل صداه لشرق الأرض وغربها. هذا الاهتمام بالفئة العمرية التي يصل عددها أكثر من مليار نسمة، أي ما يعادل سدس سكان العالم، هو إيمان من جلالتكم بأنهم هم الأمل الذي تستند عليه جميع الأمم في بنائها ورقيها ونمائها. في الختام نعاهدكم يا صاحب الجلالة
ببذل المزيد من الجهد والعطاء مقتدين بنهج جلالتكم ورؤاكم التي تشكل لنا خارطة الطريق ونبراساً نسير عليه في سبيل رفعة الشباب وعكس الصورة الحضارية عن مملكة البحرين الغالية. دمتم يا صاحب الجلالة في رعاية الله، وأدام الله عليكم موفور الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة الآن لممثل الشباب العربي يلقيها علي عمران الشامسي من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف عظيم لي أن أمثل أقراني من شباب دول العالم للوقوف بين يدي جلالتكم لأرفع أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيناها في بلدنا الثاني مملكة البحرين. هذه المملكة التي كانت ولا زالت واحة للمجد والعطاء، نموذجاً باهراً في المنطقة للتنمية المستدامة، كل هذا بفضل الرؤية الحكيمة من قبل جلالتكم التي وضعت مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في كافة النواحي. جلالة الملك المفدى، نحن شباب العالم نؤمن إيماناً عميقاً بأن حرص جلالتكم انصب دوماً على لقاء الشباب البحريني والعالمي بصورة مستمرة، ومحاورة الشباب والتوجه إليهم لكي يستلهموا من عزمكم ومن طموحاتكم ما يحفزهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل الوصول إلى ما يصبون إليه في سبيل الإنجاز والنجاح والاستعداد للمستقبل الواعد. إننا نرى في المؤتمر الشباب الدولي الذي تستضيفه مملكة البحرين مبادرة رائعة قامت بها حكومتكم الجليلة تجاه الشباب العربي، والتي أتاحت لهم الفرصة الكافية للالتقاء بعدد من الملهمين العالميين الذين يملكون قصص نجاح كبيرة ومتميزة على المستوى العالمي، وستعطي الشباب الفرصة للاقتداء بهم ليرسموا خارطة طريق للنجاح لهم. لقد تشرفنا بسماع أولى القصص الناجحة على المستوى العالمي، وهي قصة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة التي كانت رائعة وملهمة، ويمكن استخلاص أفكار طريق النجاح منها ليضع الشباب أقدامهم على الطريق الموصل للنجاح. إننا نعلم يا صاحب الجلالة أن الشباب يواجهون مسؤوليات وتحديات من نوع خاص، فهم ابتداء القطاع الأوسع في العالم، وهم من سيعيش ومن سيجني عوائد العملية التنموية التي يمر بها العالم اليوم، وإننا بفضل دعم ومساندة جلالتكم سنصل إلى تحقيق أحلامنا. وما هذا المؤتمر إلا تنفيذاً لرؤية جلالتكم في استضافة نخبة من الشباب العالميين للتلاقي على أرض مملكة البحرين الحبيبة، والاطلاع على التجارب الناجحة التي تحفز الشباب على الإبداع وحشد هممهم وطاقاتهم الكامنة ليكتبوا حكاية النجاح الخاصة بهم. وفي الختام أتقدم باسم الشباب المشاركين في المؤتمر بخالص الشكر وعظيم الامتنان على استقبال جلالتكم للشباب العالمي ومنحهم شرف اللقاء بكم، وندعو الله أن يديم عليكم وفور الصحة والعافية ويحفظ البحرين ملكا وحكومة وشعبا من كل شر، والسلام عليكم. والآن مع كلمة الممثل عن الدول الأجنبية تلقيها ريتو سافي من موريشيوس. Your Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of Bahrain, Assalamu alaikum. Good evening. It is indeed a matter of immense honor to be standing in front of Your Majesty on behalf of my fellow youth delegates from all over the world. I wish to extend my gratitude and utmost appreciation for the generous and warm hospitality that we have been offered by our second home, the Kingdom of Bahrain. The Kingdom has been and still remains an oasis of giving and a great example in the region for sustainable development. A result of the wise vision by Your Majesty, which placed the Kingdom of Bahrain in the ranks of
advanced countries in all respects. Your Majesty, as the youth of the world, we admire your proactive approach of constantly promoting the exchange between the youth of the kingdom and that of the world. Your passion, determination, and goodwill act as a source of inspiration that will help the youth to work even harder to achieve their goals and prepare for a promising future. The International Youth Conference, hosted by the Kingdom of Bahrain, is a great initiative by the Kingdom's government towards the youth of the world. A platform for us to encounter inspirational international and regional speakers and learn from their success stories to enable us to path our way to success before 30. It was indeed a matter of privilege to discover the story of His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa to kick off the conference. His speech ignited the spark and gave useful skills to develop to be able to become successful. Being the members of a broader sector of the world, the youth undoubtedly becomes responsible of gets responsibilities and challenges with respect to the development process. Your Majesty, the support provided is highly beneficial in fulfilling these goals. This conference that welcomes the youth of the world in the Kingdom of Bahrain enables an exchange of experiences, culture, and success stories that acts as a catalyst to motivate us to start writing our own story. On this note, allow me to, on behalf of the youth of the world, to share that we have been sincerely grateful for the conference and for providing us the pleasure on meeting you. May God protect you and your kingdom. Shukran. وفي الختام تشرف الجميع بالسلام على جلالة الملك المفدى مرحبا جلالته بهم شاكرا لهم حضورهم إلى المملكة متمنيا لمؤتمرهم كل التوفيق والسداد.